أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل
فَمَا